عطني رايك ايش راح تختار لو خيروك لاند كروزر 22 الجي ار ولا الرابتر 2021؟ كبوري تحت ملك حل او ملك الرضيع. اسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار مساكين جدد من ويا قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة المعرض اوتو سيتي، وصل عندهم دفعة ثانية الرابتر، صورتكم واحد قبل اسود وجاء عندهم اسود واحد ثاني وازرق بيبسي. لكن قبل لا نبدا، انا توي واصل جاي من ابو ظبي، رحنا جربنا لكم الكادلك السيتي 4 في بلاك وينج الجناح الاسود، والسيتي 5 بلاك وينج الفي طبعا بالجناح الاسود 8 سلندر. قسما بالله يا الغالين، والله اني يعني انبسطت انبساطه بشكل ما تتخيلون، خاصه على 8 سلندر. الموتر وحش وحش بشكل ما تتخيلون. اسمع 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 صوت، اسمع 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 الفرقه، ابوك يا الفرقه. الفيديو ان شاء الله باذن الله نقول يوم السبت، يوم السبت علموني، اكتبوا لي تحت تبون السبت الظهر ولا تبونه بالليل الساعة 11. بالحلبة جربناه بالحلبة ياس، روعة من أحسن ما يكون. طيب خلونا الحين نجي للوحش الرابتر. طبعا ما راح نطول لأني شارح لكم أنا من قبل، بس بأخذ لكم على السريع وبركز أكثر شيء على البيبسي. تغير الشكل الجديد بالواجهة الأمامية والخلفية. بعضكم يقولوا بندر مو ذاك، يعني ما في تغييرات كبيرة. تعتبر تغييرات كبيرة طبعا، خاصة الداخلية صار أجمل وصار وحش وسكب معنى الكلمة. طيب هذا المفتاح في تشغيل عن بعد، خلونا نشغله لكم. اسمع الصوت، لازم نجي من وراء. هذا الشكل مع الجنب لون بيبسي، فيه الأسود وفيه البيبسي. وش أكثر لون يعجبك، الأزرق أو الأحمر أو الأسود أو الأبيض؟ اكتبوا لي تحت. إن شاء الله تبارك الله. لازم أقرب لكم الأكحل، خليه بجنبان. نبي نشغل الموتر واسمع الصوت. طبعا أكثر شيء يميز الرابتر الجديد أنه صار تقدر تتحكم بقزوز وبالتعليق من الطارة، من الطارة. ما يحتاج تبي مريح، تبي شاد، تبي أي شيء، صوت قزوز وسط منخفض أقوى، كل شيء تقدر تسويه عن طريق الدركسون. راح نشوف الحين مع بعض، بس خلونا نشغله لكم. نقفل اول، بسم الله ان شاء الله تبارك الله. بسمعكم صوت قزوز الحين علشان تسمعون الصوت اقوى شوي. ان شاء الله تبارك الله. الصوت واحده ثانيه على الشتسه، الصوت صار اقوى من الموديل اللي قبل. الازرق من الاخر، الشريط الجانبي اللي جاي باللون الاورنج، وكتابه اللي جايه هنا، تعليق حق فوكس محدث واطلق من الموديل اللي قبل، حتى الموديل اللي قبل ملكي، قد جربته لكم قبل ورحنا عليه الحايل وحصل له مرس على خفيف. الشكل الخلفي مثل ما قلنا لكم عارفين، وما يحتاج عندك يا طول العمر والسلامة المخارج الشكمان، الباب كهرب أكيد، الكرسي المعروف. وهنا لو تلاحظون التعليق ياي، هنا التعليق ياي، شايفين الموتر من الآخر من الآخر. عز الله إنه ملك الردميات معنى الكلمة. وحش وحش سبير واحد سواك. شوف مخارج اثنين شفناه، هذا الأسود، حط رايك الأسود ولا البيبسي؟ كل واحد وذوقه، عسى ربي يرزقكم مثلهن، قولوا أمين. طيب وش بعد بوريكم؟ الداخلية كلهم نفس بعض، الداخلية كلهم نفس بعض اللون. خلينا نركز على الأزرق أكثر. ترى رحنا على طول وخذينا لفة بدون ما أصور لكم الواجهة الأمامية. شوف الشريط جاي هنا على الكبوت، وهنا الإضاءات اللي جايب لنا الأصفر المعروفة فورد رابتر. شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا في حساسات أمامية ومخرجين حق الشنكار الأمامي وأربع كاميرات والإيدي جاي بعد أستين، وكشفات الضباب اللي تحت. الموتر من الآخر، بس ودي أصور لكم كشاف الضباب. الجنوط طبعا عليه كفرات بي اف قدرش جنط 17 بدلك، مقاس الكفر 315 على 70.
المعلومية كفرات هذول اللي بيفقدرش 6 كاندس مو 10 كاندس، يعني قوة وتحمل لجميع الطرق، وفوق كذا خفيف ومريح، يعني ما تحتاج لا بالون ولا أي شيء. بس لو بغيت تدخل جلد نسم هول الكفرات حط بهن 25 ودعس يا حبيب. شوف التعليق، هذا الفوكس محدث طبعا، صرفية الوقود من شكل لتر 8.6، الماكينة 3.5 ودفع رباعي اكيد. الصرف الثاني، هذه الداخلية لو تلاحظون نفس الداخلية اللي صورنا لكم بالموديل او اللون الاسود، فما راح نطول. سك بانوراما اكيد، مخارج مكيف، وعندك التسخين حق المراتب. جيت السواق بصمة، وزارة التحكم اللي هو بالنوافذ، وعندنا تخشيب نقشة الكارما فايبر. السماعات بي اند اوب 18 سماعة يا الحبيب، موزعة بكل مكان حتى بالسقف. شوف هنا عندنا ثنتين وعد يا الحبيب، وهنا وهنا وبالجوانب من هنا. شوف هذه، خلنا نركب ناخذ الكم على السريع. يقول والله من الطرب، والله من العز بالردميات. قبل أن نركب شوف الدواسة الحديد أو الصلب اللي جاية وتجي دايم على الرابتر من الموديلات اللي قبل، وراح يكون هنا مكتوب رابتر. خلونا نركب. طبعا تتحمل أوزان ثقيلة، شوف ما شاء الله هنا مكتوب رابتر بعد. طبعا قوة، أنا قلت لكم ذكرت لكم الماكينة 6 سلندر 450 حصان والعزم 650 نيوتن. كل الأشياء هذه ذاكرة لكم أنا من قبل. أوريكم الداخلية، أوريكم السقف البانوراما يا الحبيب. افتحوا من هنا، تخيل موتر فخم ورياضي حق بر وعليه سقف بانوراما، إن شاء الله تبارك الله. والله من العس. الخط الأحمر هذا أنتم عارفينه، يصير يبين لك وين إذا أنت لاف وقت السرعة تعرف وين اتجاه الكفرات. الشفتر اللي جاي بحجم كبير، هنا عندنا كل الأنظمة حقت الرادار، تنبخرج على مسار والمثبت السرعة، راح تشتغل نفس ما شرحت لكم قبل بالبلاتينيوم. بحط لكم أنا رابط بلاتينيوم. أكثر شيء يميز سيارات فورد في 150 بالموديلات الجديدة 2021 الأغلب الفئات الأعلى، أن الطبلون هنا شاشة بحجم 12 إنش وشاشة مرنة تعطيك جو الفخامة وجو الرياضي وجو المتعة، ما راح تمل من استخدام الشاشة. طبعا تقدر تغير حتى بالثيمات، إذا أنت تبي تغير بالثيم، تبي تغير حتى وضعية القيادة، إذا غيرت راح تتغير هنا حق الطرقات الوعرة، فالشاشة مرنة. وعندك هنا اللي هو دبل الخفيف، دفع خلفي، الدفلك، الأوتو دفع رباعي، والدبل ثقيل، وهنا وضعيات القيادة اللي أول مجرد ما تغير راح يتغير لك الشاشة ويطلع لك بالشكل هذا، وكل وضعية له شكل. شوفوا ثلوج، طبعا اول ما تغير بوضعيه راح يشتغل لك الدبل، راح يشتغل لك الدبل الثقيل، راح يشتغل لك الدفلك على حسب كل وضعيه. شوفوا باجه يا لبي يا باجه، هذه تستخدمها لدخلات الردميات. بحط لكم الرابط حق التجربه الموديل اللي قبل، ونقول قريبا يا رب ينزل له التجربه هذا. هذا اللي والله ودك تروح عليه الحائل، وحائل كل ديره بهبر جربوا بتجلد وجلد. هنا الشاشة طبعا راح تكون، خلوا اوريكم نظرة عامة اول شيء قبل نروح للشاشة. الشاشة اللي جاية بحجم 12 انش تعطيك دقة واضحة واللمس سريع، ومن احسن ما يكون هذا اللي طفل المحرك صرت واقف عند اشارة مساعدة للوقوف. وهنا عندنا زي نظام الكروس سيستم موجود على اللاند، اذا انت بتدخل او مكان وعر ولا اي شيء بس تشغله يصير يمشي الموتر من كيفه طبعا، وانت مالك الا تمسك ادركسون بس. الكاميرات ما شاء الله تبارك الله دقتها تعتبر كويسة، وضبطوها افضل من الموديل اللي قبل. عندك هنا الخلفية، وهنا حقت حتى الحوض، حتى الحوض فيه كاميرا، شغل ملكي. بس دقة حقت الحوض ما هي مثل دقة الكاميرات الثانية. باقي الاشياء كلها عارفينها ما يحتاج. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طيب خش بوريكم بعد، نرجع القائمة الرئيسية يا الحبيب. طبعا الشاشة تدعم أنظمة الجوال، القائمة الرئيسية، الإضاءات، كل هذه شارح لكم قبل ببلاتينيوم والإكس إل تي، ما يحتاج أطور عشان ما
طول بالفيديو. صرت تحكم بالمكيف، تبريد وتسخين مراتب اكيد، تخشيب الكربون فايبر، وهنا شاحن وايرلس. الجير طبعا 10 سرعات، تقدر تصفط الجير مثل البلاتينيوم وباقي الفئات الاعلى. حامل كواب والتكايه اللي بالنص اللي تقدر تقرب بنفس الوقت تخليها طاوله بالشكل هذا، تقدر بنفس الوقت تستخدم تصير درج. طبعا مثل ما قلت لكم قبل، ناقصه ثلاجه فقط ويكمل الزين. حامل كواب وبس قضينا. طبعا البوري هذا هو، تصدقون بس نسوي شيء فورد، نسوي بروجيكتر. ادك على هالفخامه بعد، حط بروجيكتر يا حبيب خلال العالم تنبسط. هذه الماكينه 6 سلندر 3.5 بقوه 450 حصان. شوفوا شغلتكم كشاف ضباب، وفي كشاف ثاني بعد مغطى. شوفوا روعه ما شاء الله تبارك. ايدي طبعا لمبه الريوس هنا، واضاءته حقت اللوحه، وكشاف الضباب. روح الذيب، كشاف الضباب شوف وين جاي بالرفرف. روح ما شاء الله تبارك الله. ودي اقصر لك الاضاءه. شوف والله يا وحش يا وحش ما شاء الله. والاسود والله هو رعب بعد. بس انا من الناس اللي يحب الالوان الفاتحه. مدخل لكم بصوروا مع الجي ار. لا تقولوا لي ابو بندر مقارنه، ولا هي مو مقارنه، بس عشان تشوفون الشكل، يعني عشان تقولوا لي وش ودك تختار لو خيروك بين هذا وبين هذا. لان انا يوم صورت الاول قالوا بندر ليش ليتك ما استعجلت. والله اصدق بيني وبينكم لو بيدي خذيتهم كل اثنين، لان هذا له جوه وهذا له جوه. موتر هذا اقسم بالله بشته، ما ودي اركب الا وش لا هو ولا الرام تي ار اكس. لكن نقول يا رب ان شاء الله يحصل لي فرصه نجرب التي ار اكس. يا زين زواياه ما شاء الله، يا زين زواياه ما شاء الله تبارك الله. والله يا مضبطوه، والله يا همس كبوسك. مع الجيم من قدام الموتر رعب، يلفت انتباهك مع كل جهه ما شاء الله. طبعا مو مقارنه يا شباب، بس بوريكم ملك حل بالتغييرات الجديده. صار عليه بعض التعديلات انا ما صورت لكم، ان شاء الله قريبا راح اصوره. والبالون اللي انا مركبه هذا نوع مالون 17، مركبه مؤقت ولا مالي غنى عن كفرات البي اف قدرش، لكن بجرب البالون وبجرب كفر وكاله وبجرب بعد شركه ثانيه، وجاري تجارب بعد، باقي اشياء كثيره راح انزل لكم اجزاء للكحل. باقي تجربه الدفركات 2 بالنفوذ ان شاء الله قريبا، وفي اشياء حلوه راح تشوفونها ان شاء الله باذن الله. بس خلونا اوريكم لمحة سريعة، لو قالوا لك وش تختار الجي ار او اللاند كروزر بشكل عام. طبعا الجي ار سبورت يعتبر قريبا او حوله بالفورد في 150، اذا قالوا لك هذا عشانه جاهز للبر، هذا مخصصينه للبر. بس في اختلافات كثيرة، وادري بتقولوا لو بندر هذه فئتين يختلفن، انا معكم ادري، بس كلهم بالاول والاخير كلهم تقدر تروح عليهم للبر. اللاند في نظام الاي كي دي اس، وفي انظمه حقات الافرود النظام الزحف والام تي اس والدفلكات. هنا عندنا في نظام الافرود وفي الدفلك وفي زي الزر اللي مثل كرور سيستم، لكن يتميز الرابتر عن اللاند بشكل عام. التعليق الموتر جاهز للبر والرالي مو بس للبر. اللاند هذا الجي ار لازم ترفعه ولازم تركب بعد كفرات حجريه زي كفرات هذا اذا انت بيه للبر. الانظمه الافرود كل واحد يقول الزين عندي ما يحتاج. طبعا قوه الاحصنه كلهم 6 سلندر وهذا وكلهم تيربو 450 حصان والعزم 650 نيوتن، 409 حصان والعزم 650 نيوتن، وكلهم الجير 10 سرعات. اعطونا رايكم وش راح تختار، الرابتر او اللاند؟ السعر هذا جلطة على خفيف، راح يكون أغلى من الرابتر، والرابتر بعد جلطة على خفيف، يوصل تقريبا سعره فوق 400 أو تقريبا 420، وهذا يختلف من معرض لمعرض، في شيء 500 في شيء 490 وانت جاي، لكن أعطونا رأيكم. طبعا الميزة الثانية موجودة على الرابتر أنه تقدر تتحكم بقزوز وتقدر تتحكم بالتعليق، اللاند ما تقدر تتحكم إلا عندك سبورت وما سبورت، بس يرخي مساعد وقوي فقط لا غير. هنا تقدر تتحكم بمساعدات تقسيهن، وتقدر تتحكم بدركسون تخليه رياضي، وتقدر تتحكم بصوت اكزوز.
هنا ما في إلا بمساعدات تقدر تخليه لين وقاسي فقط لا غير. يعني اللي يميز الرابتر إنه طبلون شاشة. شاشة بحجم مثل 10 إنش وزايد إضاءات محيطية وزايد الشفتر بعد. الداخلية الله يسامحك يا صديقي الياباني، الطبلون مو شاشة بس شاشة صغيرة ب 7 إنش وبدون شفتر وبدون إضاءات محيطية، لكن على أمل إن شاء الله إنه ينزلون طبلون شاشة وينزلون شفتر وإضاءات محيطية. إن شاء الله تبارك الله. وبس خلصنا يا غالي، حط لكم أرقامهم وحساباتهم والسعر تحت بالوصف. إذا عجبك الفيديو يا الحبيب لا تنسانا من رشة عطر لايك على السريع، وإذا أنت جديد وزاير لا تحرمنا اشتراكك علشان تشوف كل شيء جديد سواء تغطية بالمعارض أو التجارب محليا ودوليا. وقل أمين عسى ربي يرزقك مثله ومثل الجي آر واللكسس بعد. فمعنا الله وبحفظ الكريم.